هذه ولاتة قد أبدت معالمها، تدري الشمال عليها البرد أحيانا، وذاك حق ذا المنام قد بدا يقنا، وحوله من ذوات الضأن أركانا. هكذا أنشد أحد الشعراء وهو يرى من بعيد مدينة ولاتة في لحظة من لحظات التبتل في محراب الشوق والحنين للموطن. لكن ولاتة تبدو أكثر جمالا من ذلك، فهي تنام هكذا منذ قرون من الزمن. مدينة ولاتة ودورها الضاربة في القدم تبدو قديمة، فهي بقية من بقايا حضارات مرت بها على امتداد عصور خلت. أخذت فيها المدينة تسميات عديدة. في القرن الأول كانت تسمى بيرو قبل أن يطلق عليها إيولات أو إيولات خلال حقبة الملثمين، لكن الاختلاف في التسميات لا ينفي تماما أنها تعني هذه المدينة بذات التي زارها الرحال العربي بن بطوطة مع مطلع القرن الرابع عشر، وسماها في مذكراته بولات. لكن مطلع القرن السادس عشر الميلادي ومع بداية نهضتها الثقافية وأوج عطائها العلمي والتجاري، بدأت ولاتة تأخذ اسمها الحالي وتضفي عليه رونق حضارات مرت كلها من بيوتها الحجرية وعلى جدرانها الصامدة أمام تغيرات مراحل وشعوب، شكلت محطات من تاريخ مدينة بمثابة جوهرة في صحراء قاحلة. في الحقيقة انفتحت في التاريخ قبال، انها قيل انها في القرن الاول الستين، 60 من القرن الاول الهجري، نفتحها عقبة بن نافع وخلوا له فيها العاقب المدفون في المسجد. الطور الاول هي كانت قرية سودانية قديمة اسمها بيرو، وثم على اثر اندثار كومبي صالح وصلت بعض المجموعات التي كانت تسكن في كومبي صالح وبدأ إعمار هذه الحاضرة على أيدي قبيلة الحجيب. كانت تنقالها بيرو، وبعد ذلك هو جون ملي أهم اللي كان انطلقوا عليها ملي البربر ولات، بالبربر معناها من حضر الجبل. ولات عرفت اسمين أولهما بيرو والثاني ولات، مع مثلا أشكال ولات وولات أو ولتا، لكن هو كله اسم واحد. فأعتقد أن هذا يشير إلى مرحلتين تاريخيتين، مرحلة أولى قبل الإسلام ومرحلة ثانية بعد دخول الإسلام. يقولوا عنها كان ينقال لها إي ولات، وينقال لها ولات، وينقال ولات. أنا نذكرها قاع في رز زبادي في قاموس، وقال لها ينقال لها إي ولات ولات. والرحالة بن بطوطة ذكر هذا، هو أذكر بعض من المقومات الحضارية اللي مثلا تعيش فيها الشعوب ذيك الساعة الزمن ولاتة. والصني علي في إمبراطورية شنغهاي كان يحلم بأنه يشق بين بيرو، يعني بافا وبيرو اللي هي ولات، أو بير أو ولات اللي أصبحت تسمى بيرو، وبافا هذا بيرو بافا اللي هو هون حدانا، ما هو بعيد حتى من النعمة، قبط ما اللي هي ذاك الاسم بيرو. المصادر التاريخية التي تذكر أن اسمها قديم بيرو منها شخص محمد الشخص المختار، أما صاحب تاج عروس وابن خردون فقد صرح باسم ولاته في حين ذكر ابن بطوطة ولات إيولات. وبينما لسان الدين بن الخطيب في ديوانه يقول آلات، جئتني بأرض آلات قناوي، وقناوي طبعا مستجلب من غانم. في جوف الصحراء ولدت مدينة ولاتة، ولادة تشوبها روايات عديدة، إذ يعتبرها بعض المؤرخين من عهد دولة المرابطين، فيما يرجح بعضهم أن تكون من بقايا مملكة غانا التي كان ملكها يتخذ من بيرو ملجأ له، فيما يظن البعض أنها كانت ملجأ للفارين من ملوك كومبي صالح وغانا. ورغم كل تلك التناقضات التاريخية، فإن مدينة ولاتة خرجت حاملة صوت الإسلام، وإن كانت عوامل كثيرة غيبت بداية الإسلام فيها حتى مجيء الفاتح يحيى الكامل الذي وجد أمامه مسجدا مهجورا وأقام فيه الصلاة، مما يثبت أن يحيى الكامل لم يكن أول من أوصل الإسلام لولاتة، لكنه لم يتواصل. وربما اكتشاف تلك الحقبة الزمنية بالذات سيبقى سرا
من أسرار الصحراء التي كثيرا ما تطمر التاريخ وكنوزه. ولاة من ميزاتها أنها كانت تحت سيادة جميع الممالك والإمبراطوريات الإفريقية التي نشأت، من مالي إلى الصنغاي. كانت ولاة دائما إما مدينة مهمة في الدولة أو مدينة ثانوية، لكنها ظلت دائما تتبع للممالك وللدول التي نشأت في منطقة غرب أفريقيا. وأعتقد أن مما أعطى لهذه المدينة أهميتها هو موقعها الجغرافي. الرأي السائد الذي عليه الاعتماد هو أن تاريخ نشأتها غير معروف بالضبط. كانت هناك مرحلة أولى كما قلت قبل دخول الإسلام، هذه المرحلة لا يعرف تاريخ بدايتها، وقد يكون قبل الإسلام. عقب احتلال فاس من طرف المرابطون 461 هجرة، تعرف كان خارج اضمحلال أمر الأداري سداد، وكل الطلبات اللي كانوا جابرين على البيت رجع أنه يجي، لا سيما أنه عرف أنه يجي من خارج إلى مد السود ما فات تدخل الدين، وقرر أنه له يمشي ويجي للأرض ويتبارك يشرف الدين. جاءت فترة وثنية هي اللي جاء فيها هذا المسمى اللي ينقال المحاجب، والدهم ينقال يحيى الكامل. جاء يحيى الكامل من بغداد، قيل أنه في القرن الثاني الهجري، وقيل ومشهور أنه في القرن الخامس الهجري، وتوف ونزل في المسيد، لنزل في المسيد الحق مغفور مع لأن أهله اندهر ومشى يدور اللي ما عندهم، منعوه له يأكل كوارة، لين منعوه له جاء المرسول راجع وقال له إنهم منعوه، حجب في 3 حجرات اللي هو يحيى الكامل، وقال له هاي الأولى يزرقها في البير طويل كان يطلع لك الماء وقبل من غرضك، الثانية يزرقها يرجع الحال، والثالثة يزرقها يتحول دم ما ترى ينتبعوا منه. قام شر من الترميدي وعدل المهمة وجاب له الماء وحلوا الكوار لين جاوا له يقبل الماء، هو الماء ما ترى على بابه، عرفوا انهم طرالهم طرش المدينة وحسوا بانهم كانوا حكموا عنه الماء، ولين حكموه عادوا هو ما فرض عليهم يتشوا وشاهوهم تايبين، قالوا له يسمح لهم واسمح لهم وقال لهم على شرط تمرق ومشاو، ومن ساعة أسس مدينة ولاته. وهذا يعني ماذا؟ أن الإسلام وصل ولاته قبل مقدم يحيى الكامل، لكن كيف وصل ولاته؟ هذا إشكال مطروح. حين نعود إلى بعض المصادر التاريخية نجدها تتحدث عن قبر يوجد في الجهة الشرقية من المسجد، في صحن المسجد الشرقي. هذا القبر لم يعد له أثرا اليوم، هنالك أدركت طبعا من المشايخ من يذكر أنه رآه أو رأى شواهد له، شواهد له أو شاهدا له. والشيخ سيدي محمد الشيخ سيدي المختار كنتي صرح بأن صاحب هذا القبر هو العاقب بن عقبة بن نافع، بينما الشائع عند بعض الولايات هنا من أدركت من الشيخ أن القبر قبر عقبة، وعقبة معلوم أن قبره في مدينة سيدي عقبة في الجزائر، وبالتالي يكون قول الشيخ سيدي محمد والشيخ سيدي المختار هو المرجح أنه ربما يكون قبر العاقب بن عقبة. وهذا يعني أن الإسلام وصل إلى ولاته في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري. لماذا مشي المحاجب لحقوا المسجد مقفول؟ قال لهم ذاك ما يمنع أنه الفتوحات لفتح الإسلام يخلق لكن ما تواصل. حسب الرواية الشفاهية لقبيلة المحاجيب أنه عندما وصل إلى المدينة وجد فيها هذه القبائل كمراكيتا وكل هذه القبائل السودانية، وأنهم تعايشوا معهم وبدأت المدينة تأخذ بعدها العربي الإسلامي. لم تكن مدينة ولات على مدى قرون من الزمن تلعب دورا عاديا، بل كانت وجهة للقوافل التي كانت تقوم بتزويد المنطقة تجاريا في رحلة الشتاء والصيف بين درعا وسجلماسة وبلاد السودان وتيمبكتو ومنطقة الصحراء.
التي كانت مدينة ولاتة تعتبر قلبها النابض لمكانتها الثقافية وبعدها الروحي والدور الريادي الذي تلعبه في المنطقة. في القرن التاسع الهجري عندما وصل سني علي إلى تيمبوكتو ودخل تيمبوكتو هجر علماءها إلى ولاتة، وكان هذا رافدا ثقافيا لولاتة أثراها بالإضافة إلى الرافد الاقتصادي، فهي تقع على مرتقى طرق القوافل من الشمال إلى الجنوب في رحلتيها شتاء وصيفا. ففي الرحلة الصيفية هي الرحلة الجنوب التي من خلالها تستجلب حاجات الجنوب للشمال، لأننا كلما تشان شوي كلما تناقص الماء، وبالتالي هنالك حاجة للشتاء في التنقل. حتى باحث محمد أحمد مولود وليد في خلال ما استشفه من تعدد الغرف في البيت الولاتي القديم يذكر أن هذا يرجع إلى تجارة الملح. الملح يحتاج إلى التخزين، وطبعا هو من الأشياء التي تذيبها الأمطار إلى آخره، وبالتالي يحتاج، وهذا يفسر ظاهرة تعدد المخازن في بيت الولاتي، وبهذا يغير طبعا مدنا أخرى. لا شك أن 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 هذا بحر الرمال هذا الذي كان يفصل شمال إفريقيا عن 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 جنوبها، والذي جابته القوافل عبر مسالك التجارة، لم يكن فقط لنقل البضائع والسلع، بل انتقلت معه الأفكار والعلوم، وبالتالي فقد ساهم لا شك أن التجارة عبر الصحراء وأن مسالك التجارة وأن القوافل التجارية ساهمت في ربط الصلات العلمية والثقافية بين العلماء في منطقة غرب إفريقيا وشمال إفريقيا. كانت هي طريق تاريخية تبدأ من شنقيطي وتجي لولاتة وتمشي من ولاتة شهر تيمبوكتو، يمشوا القوافل منين يجيسوا تيمبوكتو هيك المنطقة المالية، يجيبوا البضاعة لولاتة يطرحوها فيها من هي، ومن اللي قوافل تمشي شهر الشمال تجيب الملح وتجيب التمور وتجيب ما إلى ذلك. وكان وهذا سبب، وشنو سبب؟ لأن ولاتة منقطعة من العالم الآخر. هي كانت مدينة تقع في الوسط، في وسط الصحراء، يروح لها القوافل شيء مثل ما السجن ماسة في جنوب المغرب، وعلى شنقيط ودان وتشيت وجوه ويمشوا مالي. يمكن القوافل كانوا يرفدوا الكسير، وكانوا يرفدوا القمح، وكانوا يرفدوا تمور، واللي يجوها هي يقبض شيء قال له فندي. هذا كانوا عاملين بها الولاتة، وثم يجيبوا الملح ويمشوا شهر مالي، ويجيبوا منه التوابل، ويجيبوا منه الزرع، ويجيبوا منه الأرث مارو. وكان دورها مثلا انتشاري في الحال ولاتة ظهرت بعد أن اندثرت أو دغس، وبعد أن اندثرت كومبي صالح، وكأن ولاتة تلعب أو تختزل الأدوار التي كانت تقوم بها كومبي صالح وأزوغي في هذه المنطقة. أنا أعتقد أنها جمعت بين الوظيفتين، لأن أوداغوست كانت حاضرة لمتونية صنهاجية إلى حد ما، وكانت غانا حاضرة سودانية تتبادل معها السلع وتتبادل معها التجارة وكثير من الـ من الـ من الـ سلع التبادل بينها ثقافي من بينها اقتصادي. لكن أعتقد أن ولاتة في مرحلة من المراحل لعبت، جمعت في آن واحد الأدوار التي كانت تقوم بها أوداغوست والتي كانت تقوم بها كذلك كومبي صالح. لكن ازدهار تومبوكتو في تلك الحقبة في مرحلة لاحقة كما يشير السعدي إلى ذلك، جعل تومبوكتو تأخذ بعض الأدوار التي كانت تقوم بها غانا، وتبقى لتبقى ولا تتطلع بنفس الأدوار التي كانت تطلع بها أوداغوست في الحقبة الوسيطة. حتى كانت فم قوافل تمشي بين المدينة تيمبوكتو، وتمشي بين المدينة ومالي، وتمشي قوافل لعبت دورهم القوافل التجارية، وجيب المغرب وجيب البضائع الزينة وجيب وفاس، هذه اللي كانت القوافل تجيبينهم ماشية بالشر. حلول القرن السادس عشر الميلادي كان كفيلا بأن تكون مدينة ولاتة تعيش نهضة ثقافية كبيرة. بدأت ملامح المدينة التاريخية والعلمية تتشكل، وأصبحت من أهم مراكز الإشعاع الثقافي العربي والإسلامي، حيث هاجر إليها كثير من علماء تيمبوكتو التي عرفت في تلك الفترة قلاقل كبيرة، كما هاجر إليها مفكرون من فاس وتلمسان ومراكش
ومدن عديدة ومهاجرون كثر، مما منح ولاتة تنوعا في ثقافتها وحتى في تراثها وعاداتها وتقاليدها. فولاتة بتراثها الثري استطاعت أن تكون لها طابعه الخاص، حيث المؤلفات النادرة والمكتبات المتنوعة التاليف كمكتبة أهل الطالب بكر المحجوبي ومحمد يحيى الولاتي وأهل سيدي عثمان. وإن كانت ولاتة من أكبر المدن التاريخية تراثا في المخطوطات، فأهل ولاتة مؤلفون بالفطرة إن صح ذلك مجازا. أعتقد أن ولاتة جسدت انصهار وامتزاج الثقافتين العربية والإسلامية والسودانية، وهذا ما يبرز عندما تنظر إلى مساكن ولاتة وتجد هذه العمارة التي توظف الحجارة العارية. هذه خصوصية العمارة الصحراوية كما نعرفها في شنقيط وفي ودان وفي ولاتة وتيشيت. لكن أن تطلي ولاتة هذه العمارة الصحراوية السودانية بطلاء من الطين، نحن كأننا مع قرابة معمارية قريبة جدا مع تيمبوكتو ومع تجيني. كل بلدة فتحوها يبنوا فيها مسجد ويعبدوا فيها زاوية. بين شفت بلاد اللي هو أولاد محمد بن إسماعيل مشاو قاسوا ليبيا وجاوا لأحمد الحفصي زمن الحفصين الأمير اللي فهم واستقبلهم، وجاوا القصور الساف ودخلوا فيهم سمعت. ويجاوا كلهم من يجا بين قصر صار جاء علي الأكبر سمعت ابن محمد بن إسماعيل، وذاك اللي جاء من ذري تحت جاهم أول شيء وصي بن المسجد وزاوية. كانت فيها كل أربع أحياء، وكل حي فيه 70 عالم، وكل حي فيه المحاضر والتلاميذ والعلماء، خاصة حي المحاجب هذا اللي هون ثم فيه قالوا قدنوا في محضرة الطالب بكر المصطفى، وفي محضرة الشيخنا محمدي مازالت قايمة ذاك، ومحضرة بارتيل ومحضرة أولاد داود. هذا كان من المحاضر تخرج منهم ياسر من العلماء، وتبادلت هي وتنبكت في الساعة العلماء، عاد بيناتهم علاقات تينا توطدت وتأسست على أيدي علماء المدينة المعروفين ب بث العلم والثقافة ونشره. النحو والفقه، الكتب المتداولة عندنا، الأخضري وابن عاشر والخريدة ورسالة بن أبي زيد القرواني وخليل بن إسحاق. المدينة كل جهة منها من قد المحاضر والقراية تنسيك في الجهة الأخرى. عندك المحاجيب، وعندك مدرسة أولاد داود المراني، وعندك مدرسة شيخنا محمد الراسو اللي هو كان عنده مدرسة محضرة كبيرة فيها العلم ويشوها التلاميذ من كل فج عميق ويصرف عليهم في كل شيء حتى أكرمكم الله في الزواج. وهم اللي محضرة المحمد يحيى، وهم محمد يحيى والسليمة وتلاميذه. يعني لا يمكن أنك تركز على جهة واحدة من الدشرة تقول عنها هي اللي محتوية على تقرية الناس وعلى العلم وعلى المعرفة، كل جهة تنسيك في الأخرى. لو أخذناك مثال محمد يحيى الولاتي نجد أنه مثلا في رحلته التي قام بها إلى المشرق والتي أمضت استغرقت 7 سنين، خلال هذه الرحلة عندما نقرأ كتاباته نجد أنه لم يجد شيئا يعني يشد انتباهه في الكتب والعلوم التي والعلماء الذين التقى بهم، فكأنه وصل إلى درجة من التضلع من العلم بحيث أنه لم يكن هناك شيء جديد جد عليه في رحلته. وهذه مسألة غريبة جدا، لأنك في مدينة ولاتة، مدينة تقع في أقاصي العالم العربي الإسلامي، ومع ذلك وصل فيها العلم درجة أصبح علماؤه يعطون الإجازات للعلماء المشارقة، ومحمد يحيى الولاتي هو أنصع مثال على ذلك وليس وحده. كانت هنا المحاضرة البرثلينية، وكانت هنا المحاضرة الداودية اللي مثلا خالق منها الباري وشيخنا المرواني وأولاد يونس محمد جدو ومحمد أمين اللي كان عنده محاضرة ثقافية كبيرة. هذا الرجال اللي منهم سافر كامل كتابه تحت باطه بلد من يجي يفتي ويطرح الأسئلة ويجد بر العلماء ويتبادلوا
مسائل. ولات وبعدها التاريخي والثقافي لم يكونا بلسما لصراع حضارات عديدة فحسب، بل كانا ملهمين لها في تاريخ موريتانيا المعاصر، حيث كانت المدينة النائمة في صحراء مفتوحة أنذاك قادرة أن تكون عصية على المؤامرات التي كان المستعمر الفرنسي يحيك لها ولأهلها. وبما أن ولاتة عاصرت حضارات عديدة مرت بها على امتداد قرون زمنية مختلفة، فإنها أيضا واحدة من المدن التي شكلت جزءا كبيرا من تاريخ موريتانيا المعاصر، خصوصا في حقبة الاستعمار الفرنسي المنطقة. فما إن وصل الاستعمار الفرنسي إلى منطقة السودان كما عرفت بذلك، كانت ولاتة تستعيد رونقها وبعدها الروحي، وكان علماؤها يجتهدون للناس في الفقه ونوازل المرحلة. فتاريخ ولاتة في محاربة الاستعمار تاريخ عالم في مواجهة أعداء الدين وسالبي الأرض، فكانت شرارة المقاومة تأتي من العلماء وفقهاء المدينة ومن المؤلفات وما خطت أنامل أهل ولاتة. فمتاحف ولاتة زاخرة بالرسائل عن حقبة الاستعمار والمقاومة الثقافية، ولما لا، فولاتة مصدر إشعاع لمنطقة الصحراء. ولاتة ما كانت محسوبة، موريتانيا محسوبة بشيء، قالوا للسودان الفرنسي، سمعت ذيك الكولوني، ذيك مستعمرة موريتانيا لفرنسا، سمعت مستعمرة موريتانيا فرنسية اللي هي قالها لموريتانيا، وهذا قالوا للسودان الفرنسي، سمعت. إذا ما كانت انضمت إلا 45 بعد الجوفرنور ليجري، قصة درتوتو تعرفوها كامل، سمعت. عقب كان قاعد يضم عليها زواد وعروان، وعقب اللي خلقت لها غير مونديال كانت سي كانت فيت، عقب توقع ذاك من الحق بعد ما تضم الحوضين إلى موريتانيا. الحقبة الاستعمارية احنا قاعد خارجين النصارى كتبوها هنا قاعد في مشرش بولي، عنده كتابين قالوا لي مور البيضان وواحدين ثاني. قالوا باب كدر قال اللي كانوا جابرين بن ولاته كانت ملجأ أول للمقاومة، بنا كانت ذيك حدود توخوا وتشيلها. فقد أتوها من أربع جهات، من أربع جهات. وطبعا حدثني من أثق به أنه من الجهة الغربية، وصل من الجهة الغربية، أن من وصل من الجهة الغربية ربطوا فرس الفرنسي في حجر وقد أرانيه، وهذا الحجر المعروف بالحجر المعمامة أوقفوا عليه عينا لهم أو حارسا أو مراقبا للمدينة، وما يعرفوا في لغة السنادرة بسانتينيل، واضح. وهذا الثقة حدثني عن أبيه أنه عصر وصول الفرنسيين إلى ولاته دخل على شيخنا محمد، كان مع شيخنا محمد وهو يدرس أو يقرأ لوحه، ولوحه فيه نص من كتاب الأمير، من كتاب الأمير، ولم يترقوا أي مقاومة. حضرت ولاتة فيه وجاوها النصارى، عادين قالوا عم تدخل النصارى، وكانت تلعب دور ثقافي. المدينة كان لها دور كبير في مقاومة الاستعمار، وكان الاستعمار يحسب للمدينة ألف حساب في هذا المجال، ولذلك فقد اختارها مركزا إداريا عندما قرر احتلال المنطقة، منطقة الحوض الشرقي. فكانت ولاتة هي أول مركز إداري يقيمه في 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 هذه المنطقة. وسأضرب لك مثالين من المقاومة، إحداهما مقاومة ثقافية والآخر مقاومة مسلحة، وهذين المثالين كانا مجهولين، مع أن الشخصيات معروفة جدا، لكن جانبهما في المقاومة لم يكن معروفا. بالنسبة للمقاومة الثقافية عندنا العلامة محمد يحيى الولاتي كان يعتبر في الوثائق الفرنسية من ألد أعداء الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وكانوا يكتبون عنه تقارير أسبوعية بل يومية، تقريبا يكتبون عنه كل أسبوع أو كل يوم تقريرا عن تحركاته ونشاطاته، ويعتبرون أنه هو الذي يقوم بالدعاية ضدهم في هذه المنطقة، وتكرر اسمه في الأرشيف الفرنسي. هذا بالنسبة للمقاومة الثقافية. بالنسبة للمقاومة المسلحة عندنا أحد رؤساء القبائل، مع أنه مشهور في المنطقة لكن جانبه في المقاومة ظل مجهولا، وهو المسمى سيدي بن الشيخ بن شيخ بن سيدي بن هنون. الشيخ بن سيدي بن هنون هذا هو رئيس قبيلة أولاد علوش، وكان من ميزاته في المقاومة أنه استغل كل الوسائل المتاحة في مقاومة الاستعمار، من المفاوضات إلى المناورة إلى التخريب إلى العمليات القتالية،
كل ما يمكن أن 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 يساعد في دحر العدو وإبعاده عن 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 احتلال المنطقة قام به. بالنسبة لهذه القضية التاريخية، كما تعلمون الاستعمار جاء لكي يقطع أوصال ثقافتنا الموريتانية، ثقافتنا الحسانية التي نتقاسمه. عندما اختط الحدود قبل 45 أراد أن تكون هذه القطعة الغالية من بلدنا تتبع لمجال آخر وهو للسودان أوكسيدانتال. الحمد لله على أن ما بيته المستعمر لنا من تفرقة لم ينجح فيه، واستطعنا الحمد لله أن تعود منطقة الحوض إلى موطنها الأم وإلى ثقافتها الأصلية. هناك أجزاء من ثقافتنا الحسانية ما زالت مقطعة الأوصال بفعل تقطيع الحدود الذي لعب فيه مكر الاستعمار أدوارا كبيرة. وعلى أي حال ولات من الحواضر التي قاومت الاستعمار برجالاتها، قاومته مقاومة ثقافية وقاومته مقاومة مادية حربية. حين تتقادم المدن وتتعانق حضارات وتتبادل أجيال وأجيال على مدى قرون زمنية عديدة، تأخذ الأساطير مكانتها، فلكل مدينة تاريخية رموزها ولكل رمزية حكاية. هكذا مدينة ولاة الزاخرة بالقصص والحكايات والمواقف التي كثيرا ما تستوقف الزائر لهذه المدينة المتسلقة مع مكان قصي من هضبة تشيت وبقايا هضاب النعمة في أقصى الشرق الموريتاني. قصة السباع مؤكدة من كل شيها، على أن مجيء الشيخ سيد أحمد البكاي هون أنه لحقه المدينة يقفلوا ديارهم العصر خايفين من الوحوش المفترسة. ومنين الدحمس النهار جاوه رجالته الولاته وقالوا له عنهم يختيروه يحوز على الديار يبات فيهم لا يمشي هو ولا تلاميذه يضرهم السباع، وقال لهم عنه لا يتهنى في ذاك البلد. تهنى في ذاك البلد إلين أصبح الصبح واخذوا الرجالة ماشيين له يشوفوا الشيخ وتلاميذه شبقة منهم، لأنهم كانوا متيقنين ومتأكدين أنهم لا يريحوا بهم السبوعة وذوك المخانيس كاملين. لحقوهم قالوا عنهم مجدة ومتبطحين قدامه هو، وبإذن الله قالوا عنه آمرهم بأنهم يمشوا من المنطقة ومشوا. قالوا يذهبوا إلى قانت، ما نعرف الصين كان قانا ذي أمبراطين قانا الأولى والله ملي دير قانا ذي ملي اللي هو ما نعرفه أيه. مهم بعض اللي مصاعدين شرقي مشاو، واللي نتباك لا يمشي من هنا، قالوا له الولايات من أمام قابلين يمشي. قالوا له أيوه دوروا فيك الشرع ذاكم هم الشارع، وقعدوا 40 عالم من أولاد يحيى الكامل فاتح المدينة وقلبوه اليوم يوم يمد الرقبة، خلاص حكموا عليهم وطبقوا لي شريعة وقعدوا يتمون لين انتهى. سيد قالوا لأنه كان يؤخذ من هاي المنطقة الشمالية ويؤخذ يعني غير فترة خلقت عطش الولاتة، وقام عمر الولي الولاتي اللي عبر عنه صاحب فتح الشكر لكل مدينة تاج، وتاج هذه المدينة عمر الولي، وقلق ذاك الوال ووجهه الولاته وعاد يجيه الولاته، وهذا هو اللي شفته هنا قلقها. هذا الأساطير والحكايات لا يمكن إنزالها على حقيقتها. الحكايات والأساطير نأخذ رمزيتها، ما يهمنا فيها هو الرمزية، لا يمكن أن نأخذها كحقائق لا يأتيها الباطل، إنما هي المهم من روايات التسديس من الحكايات التي تروى عن المدن وعن أعلام المدن. الذي يهمنا فيها كمؤرخين هو جانبها الرمزي. ومن العطاء والتميز اكتسبت ولاة شهرتها العالمية ومكانتها التاريخية، وظلت على امتداد عمرها الممتد على مدى قرون من الزمن قلعة شامخة شموخ منارتها العصية على التغيرات المناخية ومستجدات العصر في بيئة صحراوية. كثيرا ما حاولت طمر المدينة بالكامل، لكن ولاته تأبى الانهيار أمام عواد الزمن. الآن وبعد مضي قرون عديدة على مدينة ولاته، ساهمت فيها بنشر الإسلام في ربوع المنطقة، وظلت فيها مركز إشعاع علمي وملتقى حضارات متنوعة، استطاعت من خلال كل ذلك أن تكون لها طابعها الخاص وواحدة من أقدم المدن التاريخية الموريتانية.